GFX Academy. في حاجة أنا نسيت أقولها بس مهمة جدا جدا، إزاي بقفل الجابس أو الفتحات داخل الشكل وأنا بعمل له بنت؟ أوكي، أنا بعمل بنت لأي شكل من دول زي ما عملت عادي خالص. خلينا نعمل حاجة بسيطة خالص، نقفل اللايرز كلها وكاريت لير فوق وأقول له هات لي دايرة مثلا وأقول له اخفي لي دي خالص وخلي لي الاستروك باللون الأسود، وبعدين بقول له اعمل لي استروك كده بالشكل ده. اوكي، انا عايز اعمل فيل باكيت جوه او فيل الكالر جوه، واروح جاي مختار واقول له اعمل لي فيل. تمام، طيب انا عايز دلوقتي اعمل زوم، اضغط زد من الكيبورد اعمل كده وبعدين في واقول له خد لي الاستروك ده، خدي بعيد شوية الاستروك ده، اقطع لي حتة فيه، رجع لي دي. تمام، شيل دي بقى خالص. عايز اعمل بنت للجزء اللي جوه ده، بس انا عندي هنا قطعة، قطعة زي كده. اوكي، طبعا ايه المفروض ان هو الطريقة العادية خالص، اقول له كده ما بيعملش ليه، لان في هنا بقول لك انا هنا اعمل لك ايه، ده الاستيدج ده دي مفتوحة على الاستيدج من بره. طب ازاي؟ فانا بقول له بكل بساطة في اختيار هنا تحت خالص بيقول له كلوز سمول جابس، الفتحات الصغيره او الميديم او اللارج، ده كله طبعا ليه علاقه ببعضه وليه علاقه بالزوم بتاعك. طب انا هقول له سمول، دي مش سمول بالنسبه له، دي كبيره اكبر شويه. طب متوسطه مفيش برضه، طب الكبيره مفيش. طيب تعالى بقى لما خلينا على الكبيره دي ونعمل زوم اوت بالشكل، تعالى كده تاني. طب زوم اوت، طب زوم اوت، قراهالي ليه، لان هو ليه علاقه بالزوم بتاعي. يبقى انا فهمت حكايه علاقه الزوم بالفيل جابس، لان هي فتحه فعلا كبيره او بالنسبه للشكل نسبه وتناسب هي فتحه كبيره شويه، فانا ما عملت زوم اوت كتير بدا يجيبها لي وقراهالي. دي الحاجه اللي انا كنت عايز انوه عنها، واشوفكم الدرس الجاي.